السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة احنا جايين بفيديو جديد من عند شركة الهدى، حمام التلات خلف رجب العطار. النهاردة عندنا عروض جامدة جدا داخلين عليكم بقى بعد العيد بالعروض القوية والشغل الجديد اللي عايزة اقول لكم اسعاره مدمرة الدنيا. النهاردة عندنا اسعار مميزة، تشكيل مميز، خدنا خصومات على اطقم الحلل واطقم العشاء واطقم الشاي والجاتو، وعندنا كمان تشكيل شاي وجاتو جديد موجود معانا النهاردة، حصري مش موجود غير عند الهدى. عايزه اقول لكم بقى احنا خدنا خصومات على كل قطعه موجوده في المكان وباسعار حلوه قوي. عندنا خصومات على اطقم الصيني واطقم العشاء واطقم الشاي والجاتو واطقم الحلل وكل حاجات التسالي والرفايع بتاعه المطبخ، وعندنا قسم خاص للبلاستيكات. اوعدكم ان انا اعمل لكم فيديو حلو قريب ان شاء الله هناك. وكمان دايما دايما كل ما بينزل شغل جديد بحاول اجيب لكم خصومات عليه واجيب لكم عروض عليه جامده جدا. ما ننساش يا جماعه ان احنا عند الهدى يعني اسعار مميزه وتشكيل كبير، ولما تقولوا طبعا قناه شيماء الجوهري هيدوكوا خصومات وعروض حلوه قوي. خلينا نقول ان احنا عندنا عرض عروسه شحن مجاني، شكلي الحاجه اللي انت عايزاها بس تاخدي جهاز عروسه من هناك وعلينا الشحن مجاني. وطول ما الفيديو شغال سايبه لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع شركه الهدى. دلوقتي احنا عند رجب العطار اللي في ميدان الموسكي، احنا كده بالظبط في ميدان الموسكي، بنخلي رجب العطار على ايدنا الشمال وكوبري الازهر ناحيه ايدنا اليمين. احنا هندخل حمام التلات من ناحيه شارع الازهر، سهل قوي، دخلته سهله ما تتوهش، والمكان ما شاء الله سهل وما شاء الله عنده تشكيل قمر قمر لعرايسنا الحلوين وافكار كتير جدا لهدايا عيد الام كمان. طيب انا بصور لكم الطريق عشان ولا نمشي مع سمسره ولا نسال حد، وهسيب لكم الرقم على الشاشه، وطبعا لو عايزين تتواصلوا معاهم افضل الرقم الارضي عشان الشبكه هناك وحشه جدا جدا. ادي فارست اهو قدامنا، هندخل من الممر ده كده دخلت حمام التلات من ناحيه شارع الازهر. اول ما هندخل في حمام التلات اول ممر ناحيه ايدينا الشمال، يعني اول شارع ناحيه ايدينا الشمال اهو اللي جاي ده، هندخل منه تاني محل برضو ناحيه ايدينا الشمال. تمام، خشوا بقى هتلاقوا تشكيل قمر، هتلاقوا الفيديو قمر، ما تنسونيش في اللايك والشير يا بنات. مساء الخير ياسر باشا، كل سنه وانت طيب وحضرتكم كلكم بخير باذن الله. عيد سعيد علينا وعليكم وانت طيب وبخير. عايزك تقول للناس من الاول كده انتوا شغالين امتى، اخركم امتى، واخرنا خلاص احنا الفيديو نزل. اول يوم شغل من بعد العيد امتى؟ باذن الله اول يوم شغل من يوم الاثنين. أيوه؟ باذن الله. تمام. مواعيد العمل من اول الساعه 9 الصبح باذن الله لحد الساعه 11 بالليل. دي مواعيد ثابته كل يوم اجازتنا لحد. احنا هنا في حمام التلات خلف شارع الازهر على طول. تمام، خلف رجب العطار. خلف رجب العطار. أوه. هنا كل ان شاء الله فيها كل حاجه في معرض الهدى، في مفروشات، في منزلي، في رفاية، في استلات، اطقم الحلل، اطقم الصين، اطقم العشاء، والبلاستيكات كمان. عايزه اقول لكم كل حاجه باذن الله. بالظبط كل حاجه تخص المنزل يا جماعه موجوده معانا النهارده وباسعار جامده جدا. بص ياسر مروق علينا ازاي، بيظبط لنا المعرض تظبيطه محترمه. تسلم يا ياسر، حاجات تحفه النهارده ان شاء الله باذن الله. عندنا شحن، في شحن ان شاء الله لجميع المحافظات، وباذن الله لسه العرض بتاعنا شغال، عرض العروسه، العروسه الكامله باذن الله تاخد جهاز كامل باذن الله، الشحن مجاني. تمام، حلو قوي. طيب نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. ارقامنا على الشاشه يا جماعه للتواصل مع نيو الهدى للمفروشات او للمنزلي. معنا ايه؟ معنا شهادة كحك، في بونبونيه، في طبق مخشاف، في طبق فاكهه في طبق مخشاف، وينفع طبق فاكهه لوحده برضه شياكه قوي، طبق فاكهه وشياله مربعه، في طبق التسالي، كل دي اشكال طبق التسالي ده نسيته. تشكيله بقى لاطباق الفاكهه برضه حلوه قوي ما شاء الله، تشكيلتها تحفه بسم الله ما شاء الله. عندنا برضو اطقم شربات بوهيمي واطقم كريستالات حلوه قوي، اطقم خشايف ما شاء الله التشكيله تحفه، وانت مظبط لنا العرض يا ياسر. اطقم خشايف، اطقم فازات، كل حاجه، وفي طقم السمك. وطقم السمك ده بكام طقم السمك ده؟ ده بيبقى عامل 235. 235 هو مكتوب عليه زينه؟ جميل ده ما شاء الله. طيب اطباق السمك بتاعته على فكره كبيره والسيرفيس بتاعه كبير. تعال ناخد الجزء ده كمان يا ياسر. بص بقى ده قمر الجزء ده بحبه ما شاء الله. البونبونيره، طبق الفاكهه والبونبونيره وال وايه؟ طبق فاكهه برضو، طبق فاكهه وبونبونيره، وفي طبق التورته. في الطقم ده بيبقى ثلاثه بقى مع بعض، اللي هو طبق الفاكهه والطفايه والبونبونيره مع بعض، دول ثلاثه كده مع بعض. في شهادة كحك العسلي، في البونبونيره العسلي، في طبق الفاكهه بتاعها ده كله الاندلس. بصوا يا جماعه كل دي الاشكال دي، وفي اشكال ثانيه كمان مش معروضه. طيب هنشوف ايه ياسر مجهز لنا ايه النهارده. في قطم العسل اللي ورا دي بقى حاجه تحفه. بص الطقم ده احنا عرضناه المره اللي فاتت، عايز اقول لكم ضرب نار وعليه اقبال شديد جدا ما شاء الله، اتسالت عليه كتير قوي. الطقم ده بينزل الوان، ده البينك في الابيض، ابيض في بينك وابيض في رمادي وفي ابيض في اسود. حلو قوي ما شاء الله. الطقم ده قلنا عليه بكام؟ ده قلنا 4750. معاه كوستر يا جماعه، ومعاه تقريبا زي سيرفيز، سيرفيز تبع التورته او ومعاه طاجن.
طبق البيتزا وطاجن حلو قوي. كل قطم من 10 30 توفرت ان شاء الله كلها بجميع اشكالها يا جماعه، اشكال جديده موجوده، في منها ال 30 وفي منها ال 45. اسعارنا ايه؟ اي واحد في ال 30 لسه عارف شغال هو 2850. اي واحد في ال 30 2850. طيب التكوين الاكبر قلنا ايه؟ في منه ال 45 بقى، كل الاشكال اللي فوق دي اللي فوق ده كده ال 45. بصوا الاشكال، ده بيبقى شاي طقم شاي وجاتوه وطقم عشا مع بعض. طقم شاي وجاتوه او لونه مختلف عنا بقى طبعا، اشكال معروضين في منه اكتر من 11 شكل تاني مش معروضين. الطقم ده حلو قوي ما شاء الله، اللي فيه نجوم ده قمر قوي، وفي برده الموف ده حلو قوي، والرمادي جميل ما شاء الله، وفي اللي هنا برده رمادي ده شكل تاني. لا تشكيلتهم تحفه بصراحه يا ياسر. احنا قلنا بكام؟ ان شاء الله موجوده. اي واحد في 45 دول بيبقى عامل 450. 450 اشكال كتير قدامنا، وفي طقم القطه برده موجود معانا بكل الوانه، وطقم الاناناسه موجود معانا، وطقم اللاف كمان موجود معانا، والطقم المثلث ده، والحاجات القمر بتاعتنا اللي عليها رسومات دي برده موجوده معانا بكل تشكيله، واسعارها مميزه جدا من عند نيول هدى. معانا ايه تاني يا ياسر؟ معانا بقى قطن الصيني، حاجات تحفه، حاجات جميله. طبعا عندنا شحن يا جماعه للقاهره الكبرى والمحافظات، سيب لكم الارقام على الشاشه. في نص طقم وفي اطقم كامله، اطقم كامله الكرتونه A و B، وفي النص طقم لو عايز تاخدي طقم كامل منه بتاخدي كرتونتين. طبعا الطقم ده ايه وبكام؟ احنا المواد عاملين عروض على رقم الصين تحفه، الاسعار والخامات حاجات الله اكبر، حاجات جامده. طبق الجاتو بيبقى مفروش كده، بص الفنجان بتاعه ده بيبقى 62 قطعه، 62 معاه شهادة الكحك، 6 طبق رز، 6 طبق جاتوه، ده بيبقى 4 مع 6 طبق، معاه 2 حلة، السافيز، كل حاجة فيه كاملة. ده بيبقى عامل 5650. 5650 ده ايه، ماليزي ولا؟ ده ماليزي. ماليزي 5650 بالشيال. طيب حلو قوي. في حاجات بقى كده بقى زي الفلات ده، ده بيبقى 72 قطعة، 3 مع 6 طبق مش 4، ده 2 حلة، طبق كله منقوش، حاجة كبيرة جدا، ده بيبقى عامل 600. 600 ده ايه؟ في ده الاندلس بقى، الاندلس ده مزجزج، في منه بينك وفي منه بلبن، بتاع اللي هو اكسفورد اهو. بصوا انا بحب شغل اكسفورد قوي في الصيني، اشكالهم حلوه قوي ما شاء الله، ومش تقليديه خالص يعني. بصوا الطبق والسكريه واللبانه والفنجان، شكل الفنجان بس الواحد حلو. طب سيبه سيبه، جايباه جايباه والله. شكل الفنجان حاجه الله اكبر. بصوا يا جماعه بجد حلو قوي، طقم كده شياكه ما شاء الله. طيب ده كام قطعه؟ ده بيبقى 60 قطعة، أي حاجة في الإكسفورد أو الهندسة بتبقى 60 قطعة. 60 قطعة تمام. أيوة أوكي. ده عامل 6850. 6850. طيب معانا كمان الطقم ده إيه؟ أندلس؟ ده ولا ده حاجة تانية؟ لا ده حاجة تانية، ده مختلف بقى إكسفورد، ده مزجزج مرة ده إكسفورد؟ في منه مدور وفي منه مربع. تمام. بصوا يا جماعة برضه يا ياسر كده قولي الأسعار وإحنا شغالين. ده بيبقى عامل 5450. 5450. معانا إيه تاني؟ تعالى القمر ده حلو قوي. بصوا الطبق ده. شياكه برضو يا جماعه، بص التفاصيل والطبق بتاعه ده القبه فيه منه اكتر من 7 أو 8 اشكال. ده شكل، وفي منه شكل تاني اهو، وفي منه شكل تاني اهو، شكل الفنجان بتاعه ده شكل كاسه. ده في منه مصري الماني برضه، لو احنا عايزين اشكاله قريبه ليه، بس الخامه مختلفه طبعا باين على الطبق. طب الطقم ده بكام وكام قطعه؟ ده بيبقى 72 قطعه، بيبقى عامل 5700. 5 كام؟ 700. 5700. عايز اقول لكم طقم شياكه وما شاء الله حلو قوي. طيب معانا ايه تاني؟ معانا حاجه زي البنك فلات ده، بصوا ده ما شاء الله ده قمر. عندنا منه اشكال يا جماعه، الشكل اللي موجود ده عندنا منه اشكال ثانيه كتير. ميد ان ماليزيا. تمام. ده كله طبق سنان نمبر، يعني لو طبق لا قدر الله اتكسر منك جيبوه لنا غيرهولي. لو طبق اتكسر يا جماعه هاتوه وهو يغيره، بس طبعا مقوله ياسر المعروفه هتسيب الاكل اللي فيه. ماشي يا ياسر، الطقم ده قلنا بكام؟ ده بيبقى عامل 6250. 6250، نشوف ايه كمان. كل دي اشكال سنين بقى تمام مش معروضه، حاجات تحفه. في حاجات ب 6200، في حاجات ب 5700، في حاجات ب 4200، ب 4300، عندي طقم كامل. من ابتداء النص في طقم، النص بيبتدي من اول 2850، في طقم كامل في المستورد بيبتدي من اول 4500. تمام. بصوا يا جماعه كل دي كده اشكال اطقم صيني. طيب معانا ايه تاني يا ياسر؟ الشاي والجاتوه بقى القمر بتاعنا. معانا مفاجاه بقى، فوتو الشاي والجاتوه طقم تحفه، لسه نازل حاجه الله اكبر عليه. انت حلو قوي. الله القمر ده تحفه بقى، نازل بكل اشكاله. افتح يا ياسر. احنا كده فتحنا بقى طقم الشاي والجاتوه، هو 24 قطعه ومش حاسب غطا السكريه وغطا البراد. مش احنا قعدنا عدناه، عايزه اقول لكم عشان نشوف انهي بالظبط اللي ناقص، لقينا كله كامل، هو مش حاسب الغطيان. حركه محترمه الحقيقه. ده في منه لميع وفي منه مط. في منه لميع اللي هو اللي قدامنا ده، وفي منه مط بينزل منه الابيض في البيت. والشكل ده والشكل ده في اللميع. ده اشكال وبينزل منه الاسود كمان. تمام. اللي تحسوها على شكل نجمه من تحت كده، قاعده الفنجان او قاعده البراد. تمام. عايزه اقول لكم شكله شيك قوي وسيمبل كده في نفسه، وكبير يعني يتحط كده على الرف يملاه ما شاء الله. دول بينزلوا ثلاث فناجيل كده بينك، والطبق بتاعهم ابيض. تمام. بينزلوا ثلاث فناجيل ابيض والطبق بتاعهم بينك.
عايزين عكس نخليهم بعض. مختلفين براحتنا يعني، عايزين نخليهم كده بينك ابيض استنى خليهم مكان مقطعي. يعني احنا عايزين كده او كده براحتنا. تمام كده حلو وكده حلو. والله يا جماعه غيري مره كده ومره كده. طيب ياسر طعم القمر ده بكام؟ البياض بتاعهم ده بيتحط على نار مباشر، يخش الفرن يتحط على نار مباشر وبيدخل الفرن. هنعمل لا ايه في مش الفرن في بيدخل الفرن، البراد؟ بقول لك بيتحط على نار مباشر. طيب تمام بيتحط على النار يا جماعه. طبعا حطي له شياطه، وللامان يعني اعملي زي ما بتعملي على طول، تحطي فيه الميه السخنه او الشاي. طيب ده كده الاشكال المط بتاعته. ده المط بقى في منه الاسود وفي منه الرمادي وفي منه البني، بينزل منه 3 لامع و3 مط. ده كده 24 قطعه، بس الكرتونه طبعا مكتوب عليها 22. طب الطقم القمر ده بكام؟ ده بيبقى عامل 2950. 2950 وده الاندلس يا جماعه. تمام براند محترم جدا وسعره حلو ونازل جديد على فكره، لسه حصري اول مره نصوره. معانا ايه تاني في اشكال الشاي وجاتوه؟ عندنا تشكيله قمر، بص الغزاله دي ما شاء الله حلو قوي، تقدري تجيبي طقم شاي وجاتوه زي كده، ومعاه الشياله بتاعه التسالي دي برده حلوه قوي، غزاله برده نفس اللون. معانا طقم الشاي وجاتوه ده بكام؟ ده عامل 2350 24 قطعه بقى. والغزاله؟ الغزاله دي بتبقى عامل 570. حلو قوي. طيب معانا برده شاي وجاتوه مط زي كده، معانا منه الشكل ده وفي منه لا ده شكل تاني، بس في اشكال للمط يا جماعه، في الموف اللي زي كده وفي البينك القمر ده عجبني قوي. البينك ده بكام يا ياسر؟ البين كده شكل تاني، هو نفس البين ده الاندلس وده الاندلس، اي واحد فيهم بيبقى عامل 2750. 2750 ده او ده مش كده؟ طب وده؟ ده 2750 بس تو كرايبر نفس، هو التلاته نفس البين اندلس برضو؟ التلاته اندلس 2750. تمام رسمه البراد والفنجان والسكريه، تحس ان الطقم ده مرتاح، مرتاح يعني قاعد براحته كده، مش قاعد يا دوب زي الحاجات التجاريه على كاسات، انا بحسه كده جميل قوي وسيمبل وبصراحه شكله مريح. ده بكام؟ مختلف وايه البياض مختلفه، الديزاين بتاعه مختلف. بالظبط ده بيبقى عامل 2350. 2350 والوانه كتير معاكي، اي حاجه بنصورها في منها الوان. طيب معانا برضو الطقم الرمش النايم ده قمر قوي وغزال. الرمش ده في منه بينك وفي منه اسود وفي منه ابيض، اي واحد فيهم عاملين على عارض بدل 2650 عاملين 2300. والابيض في الاسود ده الورده؟ في الاسود ده بيبقى عامل 2150. حلو قوي. طب والقمر اللي عاجبني دايما ده؟ ده في منه ابيض في اسود وفي منه ابيض في لبني وفي منه ابيض في بينك وفي منه كل اشكاله، ده اي واحد فيهم عامل 2350. تمام بصوا بقى الطقم ده في منه بينك اهو وفي منه كمان هنا أبيض. اللون الابيض ده بكام؟ بتاع تحت ايوه منه في ده عامل على عارض من 300 عامل 2700. حلو قوي. طب والاندلس ده؟ الاندلس ده بيبقى عامل 3250. ما شاء الله، عايز اقول لكم الاشكال كتير جدا، واللي هناك على الطرف فوق ده معاه شهادات كحك كمان، يعني ده الوحيد حلو اللي 26 قطعه ده بيبقى عامل 3250. 3250 ده الاندلس؟ ده دايكس فول. جميل قوي ما شاء الله، حتى تشكيلة الشوربة وتشكيلة التوابل وتشكيلة المجات الحاجات القمر بتاعتنا موجودة معانا اشكال كتير جدا فيها ما شاء الله ياسر، يعني بصوا مظبطنا عاملة تشكيلة قهوة. في الشوربة في يوم كده لسه نازل جديد، في منه البن ده وفي منه البتاع. جميل قوي. ده الاندلس ولا ده ايه؟ ده اكس فول مش الاندلس، ده جنبه الاندلس اللي هو قطة. بصوا الكحلي ده قمر لونه جديد قوي، ده حلو، ده واخد لونين كمان مش لون واحد، وده برضو لونين، وده صدق مش واخده بالي عشان التصوير حلو قوي، عشان كده بقول لكم التصوير بيبقى ظالم الشغل، ما بيبينش الحقيقه بتاعه الحاجه بجد، على الحقيقه احلى بكتير. بصوا جامد جدا الموف كمان لون جديد، ده بكام ده؟ اي واحد فيهم بيبقى عامل 1350. 1350 ما شاء الله. تمام طيب معانا ايه تاني؟ في بصوا اول واحد الحرف الذهبي ده حلو قوي الابيض، عندنا منه الوان يا جماعه، ده بكام يا ياسر؟ ده بيبقى عامل 925. 925 في منه البينك كمان اهو وفي منه الاسود ما شاء الله حلو قوي. تمام بقى الالوان بتوع ان شاء الله موجودين. واللي هو على شكل الدونتس ده بكام؟ ده عندنا منه الوان وقمر، ده بيبقى عامل 950. واللي جنبه اللي هو كل بولا لون، كل بولا لون ده اكسفورد بيبقى عامل 875. اكسفورد حلو قوي. طيب معانا ايه كمان؟ الرخامي البينك ده، الرخامي البينك ده بيبقى عامل 1050. والاندلس لا ولا ده هو الاسود ده وفي كل اشكال تمام. والصغنن اللي جنبه دول اربع مجات بالاطباق بتاعتهم، بالاطباق ده بيبقى عامل 825. 825 في بقى الحاجات البيضاوي زي كده، ده تحسيها طاجن شويه في نفسه، يعني ممكن تعملي كمان في ام علي مثلا، يعني ممكن تعملي في البوله الكبيره قوي دي الحله نفسها بليله، ممكن تعملي فيها شوربه براحتك خالص. وده معاه كمان شمعتين بتوعه بيتحط على النار ومغرفه كمان ما شاء الله. طب ده بكام؟ ده بيبقى عامل 1350 وفي منه اربع الوان اهو بالظبط كده، في الوان كتير جدا وفي الاسود الفيونكا الجولد ده، هتلاقوا اشكال كتير جدا في اشكال اطقم الشوربه. معانا كمان المجات اللي على صينيه بورسلين مع البراد بتاعها فيها تشكيله حلوه قوي، الطقم ده بكام يا ياسر؟ ده بيبقى عامل 555. ده ليه حرف جولد كده والفنجان بتاعه مش كبير، هتلاقوا حاجه تانية فنجانها كبير. طقم التوابل القمر ده بكام؟ ده بيبقى عامل 1050. 1050 في الطقم ده برضه عاجبني قوي، ده بكام؟ ده بيبقى عامل 925. في 925 بتاعته بص طقم جيلي بصينيه كده ليها حرف
وهو يشبه هو الاندلس. ده الاندلس نفس طعم العشاء اللي احنا وقيناه اللي هو الطاجن، في منه برضه ابيض فرينك شفناه في اول الفيديو. تقدري تدخليه مع الطقم وتطقميه، حلو جدا. طيب في برضه اشكال الجيلي دي حلوه قوي كمان، ما شاء الله جامده جدا. طيب في كمان هنا طقم قهوه او طقم شاي دوار، طقم شاي بالبياض وبيلف كمان اللحام بتاعه. ده بيبقى عامل 825. 825 كل فنجان بالكوستر بتاعه. طيب معانا طقم الشوربه اللي على الستاند ده بكام؟ ده بيبقى عامل 235. واللي عليه فيونكا جولد هو مش موجود هنا دلوقتي، موجود في المعرض تحت، عامل 425. 425. بصوا يا جماعه بقى اشكال الجيلي واشكال الشوربه واشكال الشاي والقهوه والحاجات دي كلها. الطقم ده قمر قوي ما شاء الله، شياكه، وعندي منه جامد جدا. بكام ده؟ ده بيعمل 680. 680. وطقم الغزاله ده وصل لكام دلوقتي؟ الغزاله ده بيعمل 680. ده حلو قوي ما شاء الله وشياكه. وبرده في اشكال القهوه للشاي اهو، وفي اشكال للتوابل. طول ما انت موجوده بتلاقي اشكال للشغل ما شاء الله، قمر قوي بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للطقم القمر ده. الطقم ده ايه، شاي وجاتوه ولا عشا ولا ظروفه ايه بالظبط؟ ده بيبقى عشا وشاي وجاتوه وطقم تسالي ما شاء الله. عايز اقول لك شياكه الاندلس بيبقى ازاي. الاندلس كل مدى ما بيعمل حاجه اخطر من اللي قبلها. كل اشكاله ان شاء الله موجوده، في منه البينك الابيض ده تحفه، وعليه فيزات كده حاجه الله اكبر. بص التسالي بتاعته حرف ال والاو والقلب والاي، تحفه. ده طعم جميل جدا ومعاه البراد. بص الفنجان بتاعه عامل ازاي، وماتشنج الالوان مع بعض، وبرده عكس الواني، البينك مع الابيض والابيض مع البينك. بصوا واللبانه بجد حاجه شياكه. تسلم ايدك يا ياسر، ده كم قطعه؟ مفاجاه كبيره كمان ان شاء الله. اي عروسه تاخد جهازها كامل. أيوة. عليها هديه، بس هديه مش متوقعه بقى، احنا هنوصل لها النيش باذن الله ونوصل لها المطبخ كمان. احنا هنروح معاها البيت، مش هنسيبها. طيب احنا طبعا طبعا اللي معانا في الفيديو لغايه دلوقتي هيعرف العرض بتاع ياسر دوت. اي واحده هتاخد جهازها كامل وعايزه ياسر يرص لها النيش، هيرصها لها ويظبطها لها ويخلقها لها 10 على 10. احنا اخواتنا وان شاء الله يشرفونا وما نشوفهمش من هنا ابدا زعلان باذن الله يا رب. في الطقم والتسالي كل اشكال ان شاء الله متواجده، بينزل منه ثلاث اشكال. ده بيبقى 26 قطعه. الله الموف بتاعه، في منه موف وفي منه اسود. استنى ما صورناش الاسود. بس الاسود ما شاء الله قمر قوي برده. تمام مش منه البنك اللي هو ده اللي احنا وريناه كامل، البنك اللي احنا عارضينه دلوقتي. بصوا بقى ما شاء الله هو معروض بيبقى حاجه ثانيه خالص طبعا. يعني احنا ممكن هنا بيبقى المكان ضيق شويه، ف اما يتعرض احنا بنحاول نعرض طبق سكريه لبانه. طقم التسالي لازم يطلع عشان تشوفوه كامل. لا بجد الطقم حلو قوي وخامته محترمه جدا. والاندلس يا جماعه ما شاء الله يعني براند يحترم. ده بكام بقى؟ ده تحفه وعاملين عليه عرض عظمه. ده عامل 3550. 3550 حلو قوي وما يتسابش وبجد خطير. في اي حته ثانيه باي هتبقى باربعه وباربعه 500 في. احنا عندنا كمان الطقم ده جديد، احنا صورناه في اول الفيديو، فاحنا عندنا كذا حاجه موجوده. والقطقم دي برده جديده يا جماعه، واللي معاها الشاي وجاتوه فوق دي برده جديده. فانت طول ما انت واقفه هتلاقي شغل جديد وباسعار مميزه. نشوف بقى، عايزين نشوف عروض الحلل ان شاء الله. يلا بينا. ياسر بقى انت قلت لي اللي مش عايز يرص النيش لسه على جوازها شويه ومش هترص، ممكن في عروس بتجيلنا فممكن تبقى هي مثلا لسه شويه، لسه سنه او سنتين، فعقبال ما هي تعمل بقى حاجه زي كده وبقى احنا لسه هي مثلا العرض خلص، او هي تبقى خلاص هي افضل فيكي او عايزه حاجه ثانيه تستفيد بالعرض. تمام. فحضرتك حكمت علينا دلوقتي ان احنا ناخد بونبونات. ايوه. ما هو عشان هي لو لسه عليها شويه بقى، فايه احنا هنطلع بحاجه، يعني هنطلع بحاجه بزنة. مش هرص النيش، لا ممكن ناخد حاجه من دول طبعا، هي هتختار دول حتى لو هتتجوز. بص بقى في البونبونيره القمر دي حلوه قوي، في شم النسيم تحط فيها بونبونات، تحط فيها كده شوكولاتات، قمر قوي جميله. وفي منها وريني اشكال على العلبه عشان انا كنت هقول في منها الوان. في منها صدق الوان اهو، في الارنوب ودانه واقفه كده، وفي ارنوب ودانه مايله. احنا معانا احنا ودانه مايله. تمام. وفي بقى الاشكال اللي فوق دي كمان، سنومان والبنوته القمر دي. طيب الارنوب اهو ده البينك، وقلنا في منه ابيض، وفي ارنوب ودانه عدله، وفي البنوته القمر دي خطيره. عايزه اقول لكم عجبتني بصراحه. عايز اقول لك ابقى استاذ شيماء، شيماء جايه حاجات جديده ان شاء الله. ما جايه ده انا حاسس حلو النهارده، في المره اللي جايه كمان حاجات جديده، حاجات جديده فوتو من العشاء، في طعم الجديد الاكسفورد الخط الذهبي، كل الاشكال الجديده نازله حلو قوي. وال 41 بتاعه باذن الله وال 24 ان شاء الله. تمام ماشي، جايه لكم ان شاء الله قريب بعد ما ننزل الفيديو ده ان شاء الله. انتظروا فيديو قوي جدا تاني من عند الهدى. معانا بقى بتاعه البيض القمر دي حلوه قوي، بس دي تاخد نص طبق بيض، ما تاخدش طبق. هو بيني وبينك في الاسعار بتاعه دلوقتي احنا ماشيه نص طبق بنص طبق دلوقتي في البيض. حلو قوي. دي عندنا منها الوان برده، دي في منها الوان برده كل اشكالها موجوده. تمام. بصوا بتبص لنا ازاي، مش عاجبكم يعني؟ عايز تقول انا مش عاجبكم يعني ولا ايه؟ وريني يا ياسر. دي ثلاث الوان اهي، الاكوا والبينك والابيض. احنا معانا دلوقتي الاكوا. طيب ما شاء الله الاسعار بتاعتهم يا جماعه لسه ما نزلتش، الشغل ده اللي هم لسه مستلمينه حالا، ف جت الفكره ان احنا
نعمل عليه عرض وناخد بإذن الله، وناخد عليه هدية على جهاز العروس. بإذن الله. أيوه تمام. بقى في تشكيل الحلل بتاعنا معانا طبعا طيبه، معانا لاينز الستلس، معانا ستلس لاينز اشكال مختلفه جدا. في البومبي في مقاسات كبيره ومقاسات صغيره، في مقاسات 32 تمام، في الايكس، في البنيره اللي هو في البنيره ده انا بحب البنيره ده قوي قوي، منه التيتانيوم بتاعه كمان، وفي التيتانيوم ايوه، في منه الايفيتا، في الايفيتا تيتانيوم برده، وفي اللاينز اللي هو المربع ليه تضليعه من بره زي بتاعي. في بصوا تشكيله الايديا اللي هو طبعا طقمه يحترم جدا وانا بحبه، في الايفيتا برده ده التكوين الكبير ما شاء الله حلو قوي. في ده كمان ده ايه الماستر، اه ده اللي عجبني، ده اللي انا جبت منه لوالدتي، ده خطير يا جماعه على فكره. وفي تيبه تشكيله تيبه موجود ما شاء الله، وفي الطقم البومبيت برده حلو قوي، وتحسيه ان انت تقدري تقدمي بيه على السفره ده اكتب ايوه. وفي ايفيتا اشكال ثانيه، بصوا طول ما انتوا واقفين هتلاقوا حاجات قمر قوي. هنبدا من فين يا ياسر؟ هنبدا من اول حاجه زي كده في الاستلس اللي هو الايه، في منه عادل وفي منه بومبيت اللاينز. اه تمام، ده كده خمس حلل طبعا البطيان بتاعتها. ده اكبر حله فيه مقاس 34، اكبر حله مقاس 34 تمام. في منه العدل وفي منه البومبي، وفي منه البومبي ده لاينز. اه بس اللاينز في العدل اكبر حله 30 تمام. في البومبي اكبر حله 34 3 450. في منه حاجه 32 بتبقى عامل 3450، وفي ال 30 بتبقى عامل 3200، وفي ال 28 بتبقى عامل 3100 تمام. ده كله في اللينز. أوه. في حاجه زي كده لينس بقى ايد الذهب وايد فضه. الايد الذهب بيبقى عامل 3300، الايد الفضه عامل 3250. حلو قوي. وده او ده خمس حلل، ده او ده خمس حلل. طب معانا ايه تاني؟ معانا بقى في حاجه زي تعالى نشوف الكراسيرا ده، ده ستانلس برضو. اه ده خمس حلل بومبي اكبر حلل مقاس 32 تمام، مكتوب عليه 18/10 3/4 ده بيبقى عامل 350. حلو قوي، خمس حلل برضو يا جماعه لغايه دلوقتي تمام. معانا بقى البونيره العادل ده حلو قوي برضو، ده ميدن تركي يا جماعه، في منه اليد السيلفر وفي منه اليد الجولد كمان اللي هو زي كده تمام. ده خمس حلل ياسر، ده خمس حلل واكبر حله 32. اه اكبر حله، حله عزايم اهي مقاس 32. في ده بيد ذهب وفي بيد فضي، ده بيبقى عامل 3300، ده عامل 3250 تمام. في اللي بيحب كده او بيحب كده الاثنين موجودين تمام. في البنيه بقى ده التيتانيوم، التيتانيوم ده اهو ده جميل، ده بيبقى اربع حلل وجيل بيبقى عامل 2350. 2350 ده حلو قوي ده ما شاء الله. يعني لو عندك عروسه في اسعار قريبه كتير، احنا النهارده فيديو ما فيهوش براندات، انا بعمل لكم فيديو تاني للبراندات، احنا النهارده الفيديو عشان الاسعار القريبه لعرايسنا. طب بقى براندات استابلو ونيو فلام باسعار اسعار يعني اكيد والله اكبر حاجات كبيره جدا باذن ان شاء الله تمام. ايه تاني يا ياسر؟ معانا الايفيتا برده هنا، في الايفيتا بقى معانا حاجه زي كده، ده بينزل من اول اربع حلل وجيل بس موجود ان شاء الله. في اربع حلل وجيل وصينيه، الاربع حلل وجيل بس ده بيبقى تسعه، ده بيبقى تسع قطع. اه ده بيبقى عامل 2350 تمام. اللي بيزيد عليه جيل بيبقى 10 بيبقى عامل 2750 تمام. في حاجه ثانيه بقى بتبقى 12، ده بيختلف في المقاسات وبيختلف في التكوين ذات نفسه، ده حله 2 3 4. الصينيه دي بتبقى مقاس 28 بتمشي معاها الغطا، معاها لبانه كمان ومعاها جيل اللي مقاس 28 تمام. ده طعم كامل بيبقى عامل 3250 3250. في بقى ال 21 ده الكيتشن، ده طعم كامل في كل حاجه، لا ما شاء الله واخد حاجات كتير، ده اربع حلل ومعاه طعم توزيع سيرفو ومعاه لبانه ومعاه طاجن ومعاه مقلايه ومعاه جيل ومعاه صينيه، طعم كيتشن في كل حاجه، ومعاه مياله كمان هديه. حلو قوي. ده بكام؟ ده بيبقى عامل 3850. 3850 ايديال هو ما شاء الله، دول اربع حلل ووك وجريل. ده خطير يا جماعه واستعمله قمر وعندنا تشكيله حلوه فيه. ده بكام؟ ده في منه حاجه بايد ستانلس، وفي منه حاجه بايد سيليكون كده. طيب. بايد سيليكون ده 14 قطعه، اربع حلل وجريل وطعم التوزيع. طيب. ده بيبقى عامل 2550. ايديال هو ومعاه ضمان سنتين، ده ساعي، ده تحفه على فكره، ساعي قديم. في حاجه زي كده بايد ستانلس الغطا بتاعها جرانيت، ده بيبقى عامل 4250 تمام ما شاء الله. ده معاه ووك ومعاه جيل. طيب معانا الماستر القمر ده بقى، دول اربع حلل وقلايه، عايزه اقول لكم خطير في استعماله وجامد جدا ما شاء الله. في كمان طقم طيبه ده يد منه فيه بيدخل الفرن، تقدري لو عامله محشي تقلبي المحشي على طول. الناس اللي بتسال يا شماء الايد طالعه، لا ده لا ايده مش طالعه، يعني الماستر ده ايده طالعه شويه مش هتعرفي تقلبي قوي، لكن احنا بنركز وناخد بالنا دايما اليد اللي هي طالعه منها فيها اللي زي دي ما بتعرفيش تقلبي، فانت بيبقى عندك اختيارات لحاجه ثانيه زي كده. ده موجود وده موجود. الطيبه ده حاجات تحفه كلها، في منه الدبابه ده اسمه دبابه، الحاجه بتاعته بتبقى عدله كده. في منه المربع كمان بتاعه، في ده دول اربع حلل وقلايه وطاجن. تمام، ومعاه مسحتين سيليكون كمان. ومعاه ضمان سنتين. ده اللهم صل على النبي بيعمل عليه الصلاه والسلام، 4450، كل شغل طيبه يحترم جدا ما شاء الله، يعني حاجه جامده جدا. معانا الاكتيف اللي هو المدور ده برضو، الاكتيف المدور ده طقم بومبي، ده بيبقى عباره عن اربع حلل وملايه، واكبر حله فيه مقاس 28. الحله وسعها كويس جدا، انت عارفه تغسليها، تعرفت تقدمي بيها على السفره. طقم كامل ده بيبقى عامل 2750. 2750
في الايبيتا ده لون تاني من اللي احنا لا قلناه ولا اللي حاجة هناك تانية؟ كان تيفال وده بيعني اه في منه 3 ألوان، في منه الموف وفي منه النبيتي وفي منه البينك. تمام. ده حل 2 3 4، ومعاه بعض الطاجن ومعاه الصينية ومعاه المقلاية ومعاه اه اللبانة والمية وطقم التوزيع، تمام. 21 قطعة. التاني كان عامل 3 800، ده عامل 4 100. ده 4 و100. ومول لايت ده برضو حلو قوي والوانه كلها قمر على فكرة، ده جرانيت. ده الهدى 4 حلل اه ومعاه تسكيد، طقم ده جرانيت، وفي منه تيفال ده بيبقى عامل 2550. جامد جدا. خلصنا كده طبعا يا في جماعه، في اشكال اطقم حلل احنا ما عدناش كتير. عليها، وفي بالظبط في اوضه هنا على اليمين جوه مليانه اطقم حلل، تشكيله محترمه جدا. بس احنا بنحاول ما نطولش الفيديو اكتر من كده، وحاولت ان انا اجيب لكم عروض في كل حاجه موجوده في بإذن المكان. الله، واستمر هنستمر ان شاء الله في العروض، وهنجيب لكم حاجات تحفة كتير بإذن الله. باذن الله ان شاء الله. تعبتك معايا يا ياسر، وشكرا، وكل سنه وانت شكرا. طيب، وكل سنه والامه الاسلاميه بخير يا رب. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.